يظل البحث عن الشفاء مطلب المريض الأول والذي بوسعه أن يبذل كل غال ونفيس من أجله، فالصحة هي التاج الذي يكلل رؤوس الأصحاء. ودعونا نزف لكم البشرى أن فرصة التشافي الحقيقي ستكون بعد أيام بين أيدينا. إنه الصوم الذي لا شك أنه يلعب دورا كبيرا في علاج كثير من الأمراض. يجب علينا أن نعزز فوائد الصيام من خلال فهم واستيعاب أصول ومبادئ التغذية العلاجية والاتجاه إلى مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعمر الأجساد، والصداقة مع المضادات الحيوية الطبيعية التي تكبح جماح الالتهاب الذي يمثل بداية المرض. وبذلك يجتمع الصيام مع هذه الخطة العلاجية ليوقف المرض وتبعاته. واليوم لكل مريض عانى الألم وتنقل بين أصناف الأدوية، ولكل من أنهكه المرض، شهر رمضان فرصة حقيقية للتشافي. فالكثير من الأمراض يمكن علاجها من خلال الصيام واتباع نظام غذائي صحي إلى جانب بعض الخطط العلاجية الداعمة. وفي حضرة استقبال شهر رمضان المبارك وتلبية لرغبات المتابعين الكرام، يسرنا عبر أكاديمية الدكتور مازن عون السقة للعلوم التغذوية أن نعلن لكم عن اللقاء التفاعلي بعنوان فرص التشافي في رمضان، والذي يجمعكم برفقة الدكتور مازن السقة عبر تقنية الزوم. من دواعي سرورنا أن ندعوكم للتسجيل لحضور هذا اللقاء من خلال الرابط المتوفر في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. مع تحيات أكاديمية الدكتور مازن عون السقة للعلوم التغذوية، بكم نرتقي ولنتشافى بوعي.